في عروس إيران. الهلال يتقدم في عروس إيران، وعلى الهلال الحذر الآن. كرة موجودة خطيرة في المكان، والتعادل مسجل الآن. التعادل مسجل الآن من مهران ناميبيكيا. يتعادل سادس مهران من مهران ناميبيكيا. المرور كان جميل، التقدم كان سريع، وضع الكرة شايف مر مهران وتقدم أيضا من أمام ماجد المرشدي. وضع الكرة، الكرة بتلامس يدي حسن العتيبي لكنها تستقر بعد ذلك في الشباك. الأمور عند واحد واحد، هكذا كان المرور وهكذا وضع الكرة. الكرة مرت ما لمست يدي حسن العتيبي، وبالتالي يسجل التعادل بطريقة راقية تماما اللاعب مهران ناميبيكيا. الشوط الثاني في هدفين، الشوط الأول بلا